عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير أحبتنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. يا هلا ومرحبا فيكم في تواصل يجمعنا وياكم وجمعنا وياكم على مدى أربع أيام، اليوم الرابع من هذا العيد في برنامج عساكم من عوادة. أحبتنا قبل لا نبدأ فقراتنا وأيضا نبدأ أي كلام راح نبدأ في حلقة اليوم، نتوجه بالتحية وطيب الكلام وأحلى السلام إلى حجاج بيت الله الحرام لقدومهم منذ مساء يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم من بيت الله الحرام بعد أدائهم لمناسك الحج. نتمنى لهم أكيد من رب العالمين أن يتقبل طاعتهم وأن يكون حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. وبالتأكيد راح يكون اليوم العيد عيدين بالنسبة للعوائل القطرية وأيضا بالنسبة للمقيمين اللي انكتب لهم في هذا العام للعام الهجري 1438 أن يؤدوا فريضة الحج التي تعتبر خامس أركان الإسلام. أحبتنا في حلقتنا اليوم راح نعطيكم نبذة وأيضا فكرة عن بعض الفعاليات وبعض البرامج في هذه الفترة من فترة العيد واللي تم إقامتها من المؤسسات الوطنية الموجودة في الدولة لرسم الابتسامة وأيضا لنشر روح البهجة على جميع العائلات الصغار منهم وأيضا الكبار. المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة تعتبر من الجهات التي تهتم دائما في كل المناسبات لإقامة الفعاليات التي تسعد الأسرة ومنها مهرجان العيد. أحبتنا هذا المهرجان بدأ مع بداية يوم العيد وسينتهي اليوم. زميلنا عمر الجميلي الله يعطيه العافية كان له جولة في هذا المكان المميز ومعاكم أحبتنا رح نتعرف أكثر على هذه الفعاليات من خلال التقرير التالي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معاكم في تغطيات عيد الأضحى المبارك، متواجدين في الحي الثقافي كتارة وراح ننقل لكم أجواء ليالي عيد الأضحى المبارك من خلال هذا التقرير. والله فعاليات العيد في كتارة كان لها دور كبير على فرحة الأطفال وخاصة بتعابيرهم، تبين الفرحة ومثل ما تشوفون المسرح ما شاء الله فيه أطفال وعدد كبير من المواطنين ومن دول الخليج، مع أن الجو شوي لكن كان فيه حضور كبير والأطفال ما أكملت فرحتهم إلا بهالفعاليات وصار عندهم مثل شيء رئيسي، وخاصة الألعاب النارية كان لها دور كبير على فرحتهم والعيدية اللي تقدمها كتارة. أحب أشكر الحي الثقافي على الفعاليات اللي تكمل فرحة العيد بالنسبة للأطفال. بالنسبة لفعاليات كتارة في عيد أضحى المبارك هي مستمرة طوال أربعة أيام العيد، طبعا عندنا العرض الرئيسي اللي هو سندباد البحري هو عرض مسرحي، عندنا ثلاث عروض في اليوم تخللها طبعا فترتين اللي هي توزيع العيديات على الأطفال مثل ما نشوف، إضافة إلى الألعاب الشاطئية. الشاطئ طبعا عندنا شغال من الفترة الصباحية لحد الساعة 6 مساء بشكل يومي، في فعاليات كثيرة متنوعة على الشاطئ، إضافة طبعا إلى فعاليات في المركز الثقافي للطفولة أيضا هناك فعاليات للأطفال موجودة فيه، إضافة طبعا إلى المطاعم في عروض خاصة معمولة للجمهور خلال فترة العيد. الحمد لله أجواء كتارة كما تعودنا في جميع أجواء الخليج تعمها الأمن والسلام والطمانينة والفعاليات المتنوعة التي يعني تعم جميع أرجاء كتارة وتخدم الصغير والكبير، يعني الحمد لله هذا مقصد وهذا يعني مكان الحقيقة يعج بالناس كثير، يعني سواء من الخليجيين من المقيمين من الزائرين، ونحن من الزائرين إلى دولة قطر لقينا الحفاوة والترحيب ولقينا صراحة التنظيم والإعداد الجيد والأشياء المتنوعة
وهدايا الأطفال، يعني خاصة ما يتميز بالهدايا الأطفال، وطفلي من الذين حصلوا على الهدايا، والحمد لله يعني أنا شايف أجواء بديعة وممتعة، وإن شاء الله تعود عليكم كل سنة نعودها. الله يعيد علينا وعليكم هذا العيد المبارك وهذا العيد السعيد عليكم وعلى المسلمين أجمعين إن شاء الله. طبعاً أقول لكم كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده. كتارة طبعاً في كل عام تحاول أنها تقدم أعمال جديدة، أعمال فيها فائدة للجمهور، سواء كان فنياً أو ثقافياً. وطبعاً هاي السنة احنا اخترنا عرض السندباد. عرض السندباد في هاي السنة طبعاً احنا عرضينا بطريقة مختلفة. العرض هو طبعا مستوحى من قصص السندباد اللي الكل يعرفها، بس احنا حاولنا ان احنا ندخل اشياء جديده، امكانيات جديده، فنانين جداد يطرحون قصه السندباد بطريقه اكثر فنيه، اكثر تفاعليه مع الجمهور، حيث ان احنا نبي نوصل رساله. الرساله هي رساله جدا بسيطه للجمهور، هي الصدق، الأمانة والشجاعة. إذن شاهدنا معاكم فعاليات مميزة تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة خلال ليالي عيد الأضحى المبارك، فعلا فعاليات تشكر عليها، وأبرزها عرض السندباد اللي قام على المسرح، وأيضا توزيع العيدية على الأطفال، وأيضا الفعاليات المتنوعة على شاطئ كتارة، وأيضا لا تفوتوا فرصة حضور الألعاب النارية في الساعة 10 مساء. كنا معاكم من المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، ونعود لكم في الاستديو. زميلنا عمر الجميل على هذه التغطية المميزة اللي من خلالها أحبتنا تعرفنا على فعاليات مهرجان كتارة في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، هدايا مقدمة للأطفال، تنظيم وأيضا تنسيق حتى تستمتع الأسرة بهذه الفعاليات المميزة. مستمرة الفعاليات حتى اليوم، بإمكانكم أنكم تأخذون عيالكم وتتوجهون مباشرة إلى كتارة للاستمتاع بمختلف الفعاليات والبرامج اللي تم إعدادها لكم في هذه الفترة، فترة العيد، إضافة إلى مسرحية السندباد اللي بيستمتع فيها الكبير وأيضا الصغير. أحبتنا لا تنسون الألعاب النارية اللي راح تكون في 10 مساء وراح تضفي جمالية في سماء دولة قطر. أحبتنا إضافة إلى هذه الفعاليات هنالك فعالية أخرى من كتارة إلى مدينة خليفة الجنوبية، تحديدا في حديقة دحل الحمام أقامت وزارة الثقافة والرياضة فعاليات ليوم العيد على مدى الأيام الماضية، وتستمر حتى هذا اليوم بمجموعة كبيرة من الحرف اليدوية، بعض الورش المختلفة بالفن بالنسبة للأطفال للترفيه وأيضا للاستمتاع. هنالك بعض العروض الموسيقية، إضافة إلى عرض للجالية الهندية مميز من خلال تقديم هذا التراث الهندي لجميع الحضور وأيضا الزائرين لحديقة دحل الحمام. وياكم أحبتنا، خلونا نتعرف أكثر على هذه الفعاليات مع هذا التقرير. عمت الفرحة وساد السرور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفي حديقة دحل الحمام تنوع وثراء وفعالية مختلفة لبت كافة الأذواق. يعني رسم البسمة على الأطفال
وتقديم التراث للأجيال الجاية، يعني على أساس أن تعرف شنو النوع هذا من الفن، مثل العرضة والسامري وفنون البحر بأنواعها. ثلاثة أيام متوالية استمتع فيها زوار حديقة دحل الحمام بمزيج من العروض المختلفة والألعاب التقليدية التي تحمل في جوهرها عمق التراث ومكانته في النفوس. الكل مندمج وبإنصات يستمتع الجميع بما تم عرضه في جو من المتعة والسعادة. مثل ما شاهدنا وياكم أحبتنا في هذا التقرير، إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على فعاليات حديقة دحل الحمام التي قامت بتنظيمها وزارة الثقافة والرياضة. مميزة هذه الفعاليات، احتوت على بعض التفاصيل التراثية نعتبره وكأنه متحف صغير، من خلال أكيد الأطفال تعلموا على تراثهم وبعض التفاصيل عن هذا الماضي الجميل. أحبتنا العديد من الفعاليات ما زالت مستمرة في مختلف مناطق الدولة، ونتمنى أنكم تستمتعون فيها وإضفاء البهجة على أطفالكم خلال هذه الإجازة قبل بداية العودة إلى المدارس. بعد الفاصل أحبتنا بيكون عندنا موضوع جدا مميز، من خلاله بنربط موضوع الماضي بالحاضر، وتحديدا عن موضوع عودة الحجاج من بيت الله الحرام، وبنتكلم عن هذه النقطة تحديدا مع الباحث بالتراث السيد خليفة السيد. انتظرونا بعد الفاصل. أحبتنا وكل عام وأنتم بخير، والابتسامة دائما على محياكم أحبتنا وين ما كنتوا في هذه الأثناء. نتواصل معاكم، ومثل ما قلت لكم قبل الفاصل بتكون فقرتنا هذه مميزة بضيف أيضا مميز للحديث عن الماضي الجميل، وممكن نربطها بالحاضر المميز بتفاصيله الجميلة. يبقى خليفة السيد كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت طيب، عساكم العواد، وفي هذه المناسبة السعيدة نرفع أسمت آيات التهاني والتبريك إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى الشيخ تميم، وإلى مقام الشيخ حمد الوالد الله يطول في عمرهم جميعا، اللهم أمين، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والشعب القطري والشعب المسلم واللي حجوا، ونقول لهم كل عام وانتم بخير، عساكم الحوادث، ونقول لهم الحمد لله على سلامتكم حجاج بيت الله الحرام، وقرت اكيد عيونكم بشوفتهم. نعم. احبتنا جميع العوائل اللي انتظرت اكيد حجاجهم بوصولهم مساء يوم امس، واليوم الصباح الباكر العديد من الناس توجهوا لمطار حمد الدولي لاستقبال اكيد حجاج بيت الله الحرام. قبل ما نتكلم عن موسم الحج واستقبال الحجاج قديما، ودنا نتكلم عن العيد، نستغل وجودك الايجابي ويانا نتكلم عن هذه المناسبة الطيبة. الله يبارك فيك. تعطينا فكرة يبا خليفة قبل العيد شلون كانت أجواءه؟ العيد الله يسلمك هو بهجة وفرحة وتقارب للناس. نعم. زمان الأول كانت الناس تفرح وتتحرى يوم العيد، لذلك والدليل على ذلك أنها تجهز أشياء كثيرة حق العيد. الناس تشوفين حركة وسط الفريج،
يخمون البيوت، يخمون الحوش، يخمون ينفضون الزل، يبون الصفار يصفر إذا مثلا عندهم جذور، لأن أول جذورنا كلها صفر، ما عندنا جذور معدن ولا ألمنيوم ولا الأشياء هذه، فيبون المضرب يضرب الفرش، يطلع الدواشق المساند، يعني تحسين في حركة، انتعاش في الفريج، ينظفون كل شيء، وفي نفس الوقت يجيبون الضحية، كل واحد يجهز خروفة ويجهز حتى الانشور، يبرزون الانشور، لأن ليش؟ لأن الناوي الحجاج الفريج كله ينشر. إيش نقصد بالانشور؟ أكيد بعض يمكن العلم. العلم نسمي نشر. ستين اسم لا يسمون النشر، يسمون البيرق، يسمون العلم، يعني كذا اسم. هل كتابك اللي صدر مؤخرا المصطلحات الشعبية وشرحها باللغة العربية كان يحتوي على هذه المفردات أيضا؟ في وايد مفردات قديمة. نعم. مفردات قديمة وشرحها. نعم. حق اللي يعني ما يفهمها، يعني عندنا احنا، أنا كنت في البحر أمس مثلا، فعندنا واحد يعني شاب صغير، نقول له تحمل من الريور، قال شنو يبغى الريور؟ من الريور، قال شنو؟ فقلنا له الغرش، قال ايه الغرش يا شو. بعضهم لحد الحين عندهم مشكلية عدم معرفة بعض المفردات القديمة. طيب نرجع لموضوع العلم اللي كانوا يحطونه لما طبعا حجاج بيت الله الحرام يرجعون. قبل أن نتكلم عن هذه المناسبة الجميلة اللي نعتبرها استقبال للحجاج، نتكلم عن مرحلة ذهاب الحجاج لبيت الله الحرام، شلون كانت وسائل النقل قبل؟ الله سلمت. شوفي أنا حجيت مع الوالد سنة 62. 62 شلون كان الوضع؟ يعني 54 سنة. نعم. 54 سنة حجينا أنا مع الوالد. يعني الرحلة كانت صعبة وفيها أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. الأجر إحنا نتكلم تحديداً على التعب اللي كنت تحسون فيه. لا تعب صدق، يعني أول شيء نستعد حق الرحلة، نشتري الحرام، نشتري المطارة مع الماي، الماي ما فيه، كل واحد عنده مطارة كاتب عليها اسمه، يعني تشوفين السيارة عشان الماي اللي بتشربونه وانتوا في الطريق. إيه نشربه إيه، تشوفين السيارة هذه كلها مطاطير، محمد، خليفة، عبد الله، جاسم، كل واحد كاتب اسمه على المطار. نشتري الساحة، والساحة فوق الفراش، الفراش فوق البرنوس أو البشار، البشار والموسدة، نطويهم تمام ونربطهم عدل، لأن هذه الفراش هو اللي ننام عليه، فكل ما نوصل المحل نزل فراشك وبطل. أنا كنت بسألك يبا خليفة تنامون عليه وانتوا هناك في مكة، ولا تنامون عليه وانتوا في الطريق رايحين؟ الطريق في مكة. مكة يمينها ما ميش، مكة عبارة عن يعني قديمة جدا، قديمة يعني قدم الخلفاء الراشدين جدا. نعم. ما يعني حتى لدرجة ان احنا يعني ساكنين جنب الحرم، كل فرض نروح نصلي في الحرم، مو مثل الحين اخر مرة يوم رحت انا ودون العزيزية، ما صلينا في الحرم الاول يوم اللي ين والوداع والعيد بس. اختلف الوضع عليك وايد صح؟ وايد اختلف. هني عندنا الله سلمك، اول شيء مركزنا ما كان في سلوى، كان في ام الشبرم. ام الشبرم وين هذه؟ ام الشبرم قريبه من دولة راشد، نص المسافه، هني كان المركز. وبعدين الله سلمك ما في طريق، طريق كله رمل، من بعد ما نطلع من سلوى طريق رمل، في هذه منطقة يسمونها أم حويض. أم حويض هذه تأخذ في يوم كامل، يعني مو بعيدة، يمكن يعني حوالي 15 متر أو شيء. رايحين بالسيارة؟ سيارات. فالصقلاص يعني درجة أولى باص، هي 500 روبية، وفي عقب الباص المك. الترفيه كان بالنسبة للأشخاص اللي متوجهين للحج لما يركبون الباص. لا الباص. لكن اللي نعتبره شوي متعب كانت السيارة في المك. المك شنو؟ المك؟ سيارة كبيرة، هاي مثل سيارة الحين سكس ويل، هاي اللي من الرمل، هاي الكبار يسمونها مك، ويقعدون فيها ورا طبعا هم مع الأغراض. الأغراض تحتهم هم فوق، فرشنا أغراضنا كلها هناك. احنا مجرد ان نتخيل الوضع نعتبر ان في نوع من المشقة والأجر في نفس الوقت. مشقة. نعم. بس اقول لك الشباب، الشابات والشباب، نحاول نمشي مسافة يمكن حوالي 5-6 كيلو عشان تخف السيارة، والباص مع المعاون يقطون حطب تحت التاير. لأن الباص ما في دبل، نسمع التواير ويهدونه، يمشي بقوة سقته، وفي نفس الوقت
وين وتعال الباص وقف هناك تين طالع رحنا مشينا له هناك ولين هناك بس حد خلاص وقفوا كلنا بغي يرتاح الحين اللي يمشي يبغى يرتاح المعاون يبغى يرتاح السيارة أيضا بعد تبغى ترتاح فلذلك نجلس هناك ولا خلنا على الأقل من الدوحة لين الإحساء نخلنا يومين يومين وحتى توصلون لمكة لا وين مكة احنا وصلنا الإحساء المقاولين الأول ما في قطريين المقاولين كلهم من المنطقة الشرقية يأخذون حجاج مني يأخذون من البحرين يأخذون من قطر يأخذون من عمان مني يأخذون معناته المقاولين ما يكونون من موجودين في قطر من توصلون منطقة الإحساء هم يجون من هناك يبتدون التنظيم ايه هنا لا فلما نوصل منطقة الإحساء هناك عاد يحملون الأشياء نعم التمر العيش الدهن الربيان العشاء الغداء ذبيحة والعشاء ربيان وشنو ذبيحة صحن هذا كبره يقطون عليه يد يقولك شيل ما تكفي لقمتين وإن اللحم خلص أي. يعني ما يبدي فلذلك يعني تلقين الحياة شوي عندنا صعبة ونمشي ونوقف ونمشي وهذه ناخذ لنا من الدوحة إلى نوصل هناك عشر أيام واليوم في نفس اليوم يوصلون وبعدين نمشي في الليل نعم. نمشي في النهار نعم لين تعشينا عشان يكون بالنسبة لكم أخف حرارة نعم نمشي طول الليل لين أدى الفير وقفنا صلينا الفير وسووا الشاهي والقهوة ومشينا لين ترتفع الشمس إذا ارتفعت الشمس خلاص هاي المكان وقفنا فيه اذبحوا وطبخوا الغداء وعقب على طول ينشبون الغداء يطبخون العشاء في نفس الوقت نعم نفس الجذر حتى ما يغسلونها بعد ينشبون من العيش في الصحون ويلا خص صحنك وروح الحريم في صوب ورايل في صوب وعلى طول يكتون فيه المروق ويسوون شابسة ربيان حق العشاء ولين برز فطبعا احنا ما نتغدى ونصلي الظهر والعصر وهذه كل شيء بارز علقوا هذه الجذور علقوا اغراضهم الماي قرب الماي قرب مال يعني اول حتى بعد ما في توانكي كله قرب مال حيل مال جمل كل جربة خمسة انفار ما يشرونها اللي ترسوها ماي وتعال عدش في الماي اللي فيه عاد انتي لا تحكين هنا ريحة وهنا طعم ومع ذلك انتو تشربونه يا احنا عندنا اقولت هذه عندنا زهاي اللي كاتبين عليها مطارة عندنا هاي مطارة لا ترسل منهم بعد مشي علقوا الجذور وعلقوا الاغراض مشينا لين عقب المغرب وقفنا نزلوا الجذور نزلوا هذه تعشينا صلينا المغرب والعشاء جمع وعقب توكلنا على الله لين الفير نوقف بعد نصلي الفير فطبعا يسوون القهوه والشاي وانت قهوه ونمشي لين تطلع الشمس يعني لين شوي ترتفع نوقف هني عاد يذبحون يسوون الغداء الناس عاد اللي راقد واللي طايح واللي في ظلال ما في حتى خيام ما مش يمكن الحريم يسوي لهم خيمه يبزون لهم خيمه اما رايل لا تحت السياره مني ماشي نفسك وفي الليل في الباص كل ساعه طقك السيت يجينا طول الليل يمشي يبا خليفة تتذكر هذه التفاصيل بحذافيرها جدا كنا نشوفها قدامي مثل السينما سبحان الله مثل السينما الدريور ساعات يرقد ويطلع عن الشارع ما حس بنفضة عود أقوم عاد في الباص اللي ما رقد هل نعتبر مرحلة الذهاب من خروجكم من قطر لين السعودية كانت مرحلة شاقة وخطرة في نفس الوقت اي طبعا شاقة وخطرة وتحتاج ناس عندهم لياقة انهم يتحملون كل هالتعب والله يعني معانا شياب معانا عيايز لكن يتحملون للاجر نعم يحسبون الاجر نعم وهناك لين هناك يعني في منى نهار ثاني تخيس الارض علينا ليش؟ لان يذبحون ويخلون الذبح ما في عندنا هناك يعني ما في مقصب ولا فيه كانت الحياه بسيطه جدا بسيطه يعني ما في نعم. حتى يعني ما في يعني الحين واحد تذبح في المقصب ياخذون اللحم جسمونه يوزعوه ولا الذبح اللي بعدك وخله محله خذ منه بس انت حاجه حسب السمنه يد ولا ريل ولا شيء بس
حتى ساعات ياخذون اليد بالصرخ ماله يصلخون هناك لأنه يشوفونه يصلخون. نعم. وتم الذباح الكروش والأشياء هذه. نهار ثاني ثالث المكان يفوح والطيور هذا اللي يأكلون وهذا الأفارقة يأخذون اللحم، لحم وايد متوح يشرحونه ويفونه يسوون لهم حبال من هنا لهناك على اللحم. يبقى خليفة وانت تتكلم على هالتفاصيل أتوقع الكثير من مشاهدينا يشاركوني في 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 موضوع التخيل، وكأني قاعدة أشاهد وأسمع في نفس الوقت لأن ربطت الخيال بالكلام، وكأن مسلسل تاريخي يتحدث عن 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 تاريخ عملية مسار الحج قديما. يا ريت والله، يا ريت يسوون هالشيء هذا والله، عشان يرون الناس يعني قبلنا كانوا على الركاب يروحون بعد. نعم. احنا احسن من اللي قبلنا، احنا على ايامنا يعني 62 كان في باصات وكان في اشياء، كان في نوع من نعتبر بدت نوعية الرفاهية في تسهيل عملية الحج. اينا. بنتكلم عن اداء مناسك الحج قديما في هذه المرحلة، احنا تكلمنا عن مسار الخروج من قطر والوصول الى المملكة العربية السعودية، ايضا بنتكلم عن ادائكم لمناسك الحج، لكن يبقى خليفة مبالحين بعد الفاصل. ماشي بكال. مرحبا فيكم أحبتنا، والسوالف الطيبة وأيضا تفاصيل هذا العيد ما زالت مستمرة مع الباحث في التراث الوالد خليفة السيد. يا أهلا ومرحبا فيك يا خليفة، ونرحب فيك من جديد ونقول عساك من عوادة. عساكم من عوادة إن شاء الله. يا أهلا ومرحبا فيك. قبل الفاصل طرحنا سؤال وما أخذنا إجابته لأن حبينا نشوق مشاهدينا أكثر على هذا الموضوع، شلون كانت التفاصيل اللي من خلالها كنتوا تأدون مناسك الحج في مكة المكرمة؟ الهيد وصلنا طال عمرك إلى الميقات، بس نذكرهم إن احنا نتكلم عن الستينيات، يعني الستينيات. نعم. اللي وصلنا على الميقات قالوا يلا يا جماعة الحين عاد يبتدي عندنا التكبير، نكبر ونهلل لين نوصل إلى الميقات. نعم. اللي وصلنا الميقات سبحان الله ما ادري يعني ما يمشي، هل هو نهار ما يندرى، وحاطين في حجر شيء من سعف، حجر صغار تأجر على البربيه، تبغي حجر روح البربيه الحريم يصوب الريل يصوب. المهم اجرنا كل واحد اجر له حجره ودخلنا داخل وحلقنا وتسبحنا ولبسنا الاحرام، يعني خلاص مستعدين حق المناسك. هذه اول المناسك في الميقات الإحرام. ومشينا إلين وصلنا مكة، يومين وإن مكة حتيجة، هاي بيت أبو لهب هاي بيت أبو جهل، حتى البيوت محل ويعني والصفا والمروة وسط السوق والعمارات، ما في عمارات، يعني في عمارات لكن مو مسلح، يعني حتى الأطمام دنشل، بس حتى دنشل شنو؟ دنشل عبارة عن دقل، كل دنشل هذا مثل يعني مثل لنا عشان يتحمل. إيه والله وسيدة على مكة على الكعبة بيت الله الحرام. طبعا أول ما دخلنا يعني طفنا وسعينا، يلا طلعنا رحنا وين؟ إلى المكان اللي مخصص لنا عشان ننام فيه. حللنا الحرام طبعا، خلاص احنا الحين لبسنا ثياب الحرام، كل واحد نزل فراشه، نزل صندوقه، اللي عنده صندوق اللي عنده هذه شمته نسميه شمته، اللي شنو الشمته؟ الشنطه. الشمطه اي اي نسميه شمته، وصندوق صناديق الاول هاي اللي عليهم الورود مورود، هاي اعرفها. اي اي اللي رجعتها الحين مره ثانيه يستخدمونها. نعم. هي رجعت انقطعت يعني ورجعت، وكل واحد خلاص كل اربعه خمسه في حجره،
على عدد على مدى المساحة. هل احنا نتكلم عن تحديدا تتكلم يبا خليفة عن فنادق كانت موجودة؟ لا مو ولا فنادق لا 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 مش فنادق لا. نعم المغاول يأجر العمارة هذه دورين تقريبا في مثل حوالي ثمان حجار ولا عشر حجار كبار الحريم في صوب وري في صوب مو فندق لا لا مو فندق هكذا ينم عند المغاول يطبخ لنا ريوق ما ريوق ما في يعني في الستينيات في نفس الوقت نفس الحين موجود المقاول اللي كان يرتب رحلة مناسك الحج للحجاج نعم نعم أنا أقول لك المقاولي يقول المقاولين عندنا ابن رحمه الله يرحمه عندنا ابن ترجم الله يرحمه هذا اللي كانوا هو يعني هم اثنين يعني أقوى اثنين يعني يأخذون معهم الحجاج فيون يأخذون من البحرين يأخذون من قطر حد منهم بعد يوصل للإمارات ويجمعون كلهم في الحس في الإحساء هناك لأن هذا أصلهم من تعتبر هذه النقطة مثل ما ذكرت لنا قبل الفاصل يبا خليفة هذه النقطة اللي من خلالها ينطلقون من خلال ويتوجهون إيه هناك في الإحسان تم ساعات ثلاثة أيام أربعة أيام ليش لأن يبون الحطب ويبون الدهن ويبون الربيان اليابس ويبون العيش ويترسون الماي والملح والإبزار كل الأشياء اللي تخص بالرحلة ويوقف نمشي خلاص نمشي لين الرياض لين وصلنا الرياض بعد هناك مبات قبل لآخر الرياض مبات عقب نطلع من الرياض على الدوادمي منطقة اسمها الدوادمي وعقب من الدوادمي بعد سبع ملفات شوف الناس صارخون لا إله إلا الله لا إله إلا الله والناس حد يقول اسكتوا حد يقول يا جماعة خير حللوا سبع ملفات هاي سبع ملفات لازم نطر السيارة أول شيء قبل توقف تحت هناك والسبب ان لو في سياره جايه واحنا جايين يصير مشكله المسافه قد سياره واحده بس مسار واحد اي مسار واحد نعم فنطر عندنا سياره بيك اب هاي يركب فيها المغاول حق تجهيز يروحون قدام ينزل فيه ليه تحت فوق الرياض فوق وهي منطقه تحت فينزل فيه ليه تحت عشان يمنع السيارات لا تطلع ويقوم نتحرك احنا رحلة شاقة. إيه نتحرك لين عقب بعد في الطريق هناك كل عقب نص ساعة تمشي سيارة. لأن ما في رستة في تراب غبار. وصعوبة أن السيارات أو الباصات تقدر أن هي تتحرك في هذه الأماكن اللي تعتبر صعبة لأنها مش غير مهيئة لمرور السيارات. إيه لا يعني هذه دولية بعد مش أي كلام. يعني دريول ميكانيك يعني ممكن لو وقفنا في الاستراحة ينزلون الماكينة ويبطلونها يفلونها وإحنا حليال صغارين مين طالعهم يعني أنا لك سعري شاب يمكن عمري 12 سنة تقريبا أوقف شيء طالعهم أتفرج عليهم بطل الماكينة يفلها ويقرز مني ويحط آيل ويحط ذي ويسوي ذي ويركبها ويطق سلف يشتغل السيارة يبا خليفة هذا بالنسبة للطريق لكن وانتو داخل الحرم وفي مكة المكرمة تحديدا تعطينا لمحة عن المشاعر اللي كنت تحس فيها بوجودك في ذاك المكان يعني تحس انك انت يعني في مكان ريحته طيبة على يعني على قدم هذا المكان نعم ريحته طيبة هواء طيب الانسان ما يحس الايام تمر عليك بسرعة ما تحس فيه اي سبحان الله يعني في يعني روحانيات وبعدين السوق والحر واحنا يعني سكننا احنا نسكن في شعب عامر شعب عامر قريب من مكه يعني ما في يمكن حوالي 20 متر تقريبا او بالكثير يعني نقول 30 متر من شعب عامر الى الحرم يعني والسوق يعني هذاك لان احنا في القلب يعني كل شيء يعني عندنا وفي ناس يروحون عند سواد الله يرحمه يروح يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء مره واحده ما يطلع انا اطلع انا اقول ما اقدر اجلس يقول روح ابلش يعني شاب حكم صغر سنك وكنت إيه حكم تحب صغر انك سني ابغى اروح نعم. اتفرج واطالع وهذه لكن هو لا هو بس يروح فعلا الفير اللي صلوا يظهرون
لكن يروح يصلي الظهر ما يطلع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب بالنسبة للناس اللي كانوا يوصلون من مختلف دول العالم عشان يحجون، من المسلمين من مختلف بقاع العالم، التنوع الثقافي والجنسيات اللي كانت موجودة في ذاك الوقت، وأيضا المشقة، ده احنا نتكلم من قطر إلى المملكة العربية السعودية في دول أبعد من دول مجلس التعاون. نعم. تحدثنا عن المشقة اللي كانوا يعانون منها إذا كان دول مجلس التعاون. نعم. يعني كان قلت لك يعني البحريني ولا الحسن. نعم كان سهل بالنسبه لهم نوعا ما. الكويت يطلعون من هناك سيد على الكويت. نعم ايضا هالامارات بعد يون بحر، لان حتى يعني الطريق من قطر للامارات بعد صعب الاول، ما في راس ولا شيء. فهذا كلهم يون بحر يا لين الخبر عشان ينزلون على الحسن يا قطر. فهمني مخيرين، يركبون في هناك. بعد في مقاولين محليين هذا يجمعهم ويسلمهم حق المقاول الكبير. نعم هذاك وظيفته شيء يجيبهم من بلدانهم او من مناطقهم الين المكان اللي فيه المقاول الرئيسي. نعم يسلمهم هناك عنده ويقوم خلاص يروح، ما يستلمهم الا عقب ما يخلصون. يعني في تعاون مثل ما تقولين. اما الناس اللي برا اللي من اليمن واللي من طبعا اللي ما حجوا السنه هذيك السنه ما كانوا مش مسموح لهم يحجوا. هذيك السنه على حكم الملك سعود هذيك السنه مش مسموح لهم يحجوا، لكن سنه اللي حجيت مع الوالده احتلوا العمارات وحطوا الميكروفونات عليه وتعالي اسمع. تحديدا سنه 72 72 يوم ين قلنا وين؟ يحطون ميكروفوناتهم الكبار هم المسايد على العمارة، واحد مني ويشغلون المسجل وتعالي سمعين تعال حاجي غريب حاجي والله. وشالين المنطقة كلها، يعني شالين شيء سبحان الله. بس هناك أنا عجبني شيء واحد ألا وهو في مكة وتعجبت منه، وياريت يعني هذا الشيء ياريت يعمم. أسمع أنا ناس تصلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا مو وقت صلاة، منو من الناس اللي يصلون؟ هاي إحنا عندنا في مسجد صغير. سألت قالوا هاي المسجد. منو من الناس اللي قالوا هذا اللي يعلمونهم أصول الصلاة بلغتهم؟ لا أصول الصلاة أصول. صلاة الأصول. إحنا الحين مع كل احترام ما نصلي على أصول، كل واحد يصلي شكل. لما تدشين المسجد احنا نتكلم عن العرب ولا نتكلم عن الغير ناطقين باللغه العربيه؟ هذه المكان يعلم طبعا هذا اللي غير ناطقين باللغه العربيه. نعم. لكن هذا اللي بكره بيصلون على اصول غير صلاتنا احنا. نعم. احنا لما ندش المسجد هذه واحد يسلم واحد ما يسلم، واحد يجفت واحد ما يجفت، واحد يجفت كذي واحد يجفت كذي. هذا اللي لا يعلمونهم من اول ما يحط رجله في المسجد شو يقول، كيف يوقف، كيف يسلم، كيف يتشهد، يعني حتى تكون عباداتها سليمة وصحيحة. نعم يعني نعم. زمان الأول على حياة الوالد يعني هاي الكلام قبل يصير الاختلاط، لما كنا في فرجان الأول لما تدشين المسجد ترقين كلهم على الفريج، صلاتهم واحدة، تسبيحهم واحد، صحيح، تحليلهم واحد، تكبيرهم واحد، ليه خلصوا كل واحد يسلم على الثاني؟ الحين لا، الحين عقب ما تطورت عندنا المسائل الدشيل المسجد تلقين في المسجد أربع مذاهب، شافعي وحنبلي ومالكي وحنفي، فكل مذهب له أصول. لكن في ناس ما يقول آمين. نعم واقفين معاك في الصف ما يقول آمين، احنا مذهبنا ما يقول آمين. نعم في ناس يدش ما يسلم، في ناس يسبق الإمام، في ناس يسلم مع الإمام. نعم أول لا، أول احنا لا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلمنا احنا. الحين فينا معانا ناس من يقول الإمام السلام عليكم على طول وياه يمين وياه يسار. يبقى خليفة أكيد الأمور تتغير مع السنين معاك.
رحنا في جولة ونعتبرها رحلة من الستينيات إلى السبعينيات، وأكيد اختلفت الأمور بشكل كبير، لكن نتوجه بالشكر أكيد للمملكة العربية السعودية على التسهيلات اللي قدموها لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل عملية أدائهم لمناسك الحج في السنوات الماضية، وأيضا هذه السنة لعام 1438. نعم، نتوجه لهم بالشكر الجزيل. يبقى خليفة، تمنينا الوقت يطول، وكان ودنا أن احنا نوصل لمرحلة استقبال الحجاج وشون كانت الأجواء والتفاصيل المميزة في الماضي القديم الرائع بكل تفاصيله وعفوية الناس اللي كانت فيه. نعم، لكن الوقت طبعا وصل داهمنا للأسف. فيبقى خليفة يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على حضورك ويانا، ونتمنى لك عيد سعيد إن شاء الله مع الأهل والأحفاد أيضا، ويكون يا رب أيام جميلة عليك بإذن الله. شكرا جزيلا لك. أشكركم على تحت الفرصة هذه، ويا ريت الوقت يكون يطول حتى نتحج شلون كنا نستقبلهم ووصلهم للمركز، وصلهم ساعات مجلس للسعودية لهم. إن شاء الله يعني تجمعنا وياك لقاءات ثانية بحيث أن احنا نتكلم عن هذا الماضي بحذافيرة، نتكلم بشمولية وتوسع في كل التفاصيل. شكرا جزيلا لك يبا خليفة السيد على وجودك ويانا، وأيضا ندعوك أن أنت تشاهد ويانا هذا التقرير اللي يتحدث عن فعالية حلوة موجودة في سوق واقف بعنوان معرض رحلة حج، موجودة في مركز سوق واقف للفنون، واللي غطلنا هذه الفعالية المميزة زميلنا نايف المسلماني. خلونا وياكم نشاهد هذا التقرير ونرجع لكم بعد الفاصل. يا أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، متواجدين اليوم في سوق واقف علشان نزور معرض رحلة حج المنظم من مركز سوق واقف للفنون، فخلونا معاكم نشوف هذا المعرض. الورشة هذه ضمن فعاليات احتفاليات السوق بعيد الأضحى، مهرجان عيد الأضحى. الاحتفالية أو الورشة تتضمن فكرة الرحلة الحج من وإلى، من الرحلة القديمة والرحلة الحديثة، وما تتضمنها من طقوس، ما تتضمنها من عبادات، من مناسك، فكلها الفنان يجسدها من خلال الأعمال الفنية في خامات أو طرق متعددة. فأني مشاركتي ضمن رسم بالألوان الزيتية، بعدنا 5 أعمال تدرج أحجامهم من 100x100 إلى 20x20، راح تكون معروضة بطريقة لولبية، الأعمال كلها جنب بعض، كل عمل يمثل فد رحلة من رحلات الحج، يعني طقس أحد شعائر الحج سواء الطواف أو السعي أو رمي الجمرات. فأنا ركزت بالأساس على الأشياء اللي يقوم بها الحاج، يعني اللوحة الأولى رسمتها الحلاقة في الإحرام، بعدها الإحرام نفسه الزي الخاص بالحاج المحرم، اللوحة الثانية اللي رجل محرم قريب من جبل عرفة بلحظة خشوع ودعاء على أساس بعدها يروحون عند البيت مكة. مشارك في ملتقى الحج في مركز سوق واقف للفنون، مشارك بلوحة عن الكعبة المشرفة اللي هي بطريقة الكولاج اللي هي القص واللزق، حاط فيها الجرائد والمجلات، مستغني فيها عن اللون وحاط الجرائد والمجلات، وسعيد بالمشاركة هذه، بالعكس وصلتني دعوة كريمة من مركز سوق واقف للفنون وسعيدين بالمشاركة هذه. مشاركتنا في فعالية الحج هي فعالية قسم الخط العربي الموجود حاليا في المركز، وحاولنا نقدم أشياء للخط العربي، جماليات الخط العربي، آيات تخص الحج والعمرة، ومثل ما تشوفون انتم هنا اللوحات موجودة بدنا نشتغل بها، متهيئين لها، صار لنا 3 أيام بدنا نشتغل، يعني خلال فترة العيد احنا بدنا نشتغل بلوحات فنية، مشاركة متواضعة لأنه يعني جهد ما يمكن احنا نسعد المشاهد، نسعد الجمهور دي يزورنا ودي يشوف الفعاليات اللي نقدمها، وهذا يعني الشيء اللي نقدمه إن شاء الله يكون عنده حسن الظن الجميع إن شاء الله.
مثل ما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام هنا من مركز سوق واقف للفنون في سوق واقف نفسه، تقدرون تزورون هذا المعرض متواجدين لين يوم السبت إن شاء الله من الساعة 4 لين الساعة 10 المساء، تقدرون تزورونهم وتشوفون الأعمال الفنية اللي موجودة هنا من منتسبين وأعضاء هذا المركز. والآن نرجع إلى استديو عساكم من عوادة. مدى 4 أيام تواصلنا معاكم في برنامج عساكم من عوادة، ووصلنا معاكم إلى آخر مشوار هذه الحلقات مع هذه الحلقة أحبتنا. نتمنى لكم عيد سعيد، ومن فريق عمل برنامج عساكم من عوادة ومن أخذكم أسماء الحمادي بحب وابتسامة أقول لكم مع السلامة.